الخلاء المكان كيقولوا ليه الترنكات، الترنكات الترنكات تحمد على هذا المساء يقول لي العيون العيون هذا الزوق هذا كيعرف هذيك الحوايج البالين كيعرف غادي يستافد من المسرح يحفظ بزاف التاريخ ديال هاد المدينة هادي. هذا عنوان من جميل لهاد المدينة اللي تجمع بين الأصالة والمعاصرة. صراحة كان يعطيك انه من العبق التاريخي القديم. نعم جميل اللهم لله المكان الجميل الصراحة. لما كان مرة كنجيلو كنعاود نعيش ديك اللحظات الجميلة ديك التراث خصوصا في شهر رمضان المبارك. إذن هذا جزء آخر من هذه المدينة التاريخية ومازال هناك حلقات أخرى إن شاء الله سأذهب لأنه مساعدة الظروف تصويرها لكم منطقة من منطقة. تحياتي لكم في فيديو إن شاء الله، فيديو قادم إن شاء الله بحول الله. تحياتي.